أبو نعم. أبو نايف تفضل بالسؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. حياك الله. عندي سؤال، أنا نوبة أخر على الوتر ويوم أقوم أقوم الفجر الثاني. طيب في سؤال آخر؟ لا بدون كلامك. تفضل يا شيخ صالح. نعم، إذا طلع الفجر انتهى الوتر، فإذا أردت تصليه بالنهار قضاء إنك تقضيه ما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل وقت الظهر، وتشفعه إذا كنت توتر بثلاث تجعله أربع بسلامين، وإذا كنت توتر بخمس تجعله ستا كل ركعتين بتسليم، وهكذا. نعم.